ولسه معاكم على الهواء مباشره ومعانا منورنا فقره الصحافه الصحفي الكاتب استاذ محمود الجندي. صباح الفل. صباح النور. ايه الاخبار؟ نبدا على طول من الشروق وعناوين الصحف اليوميه. الشروق صفحه 1، فيتو مصري روسي على مشاركه امريكا تحقيقات الطائره المنكوبه. الاخبار صفحه 1، السيسي امام قمه الرياض، التعامل الامني وحده لا يكفي لمكافحه الارهاب. من المصري اليوم صفحه 1، مفاوضات قرض 3 مليارات دولار تنتقل الى واشنطن. من الأهرام صفحة 1، مصر شريك أساسي للبرازيل ونؤيد إقامة الدولة الفلسطينية. من الوطن صفحة 3، مسؤول الإسكندرية حل أزمة الأمطار في 72 ساعة. من الوطن صفحة 1، مستشفى القطط العام بالإسماعيلية حيث تقتل العدوى الأطباء. في الأهرام صفحة 1 أيضا، زيادة أسعار الحديد. من الأهرام صفحة 1، من الشروق صفحة 1، وزير التموين للشروق استيراد 150 ألف رأس ماشية تغطي 60% من الاستهلاك المحلي. نبدأ على طول من فيتو مصري روسي على مشاركة أمريكا تحقيقات الطائرة المنكوبة. ما هو برضو ليه بتشارك أمريكا تحقيقات الطائرة المنكوبة؟ يعني يمكن كان كلام كتير عن أنه المفروض في تعاون بيكون بين الدول في حوادث زي دي. أمريكا قالت امبارح في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء انه هي عرضت المشاركه في اعمال الطب الشرعي وبعض الاعمال الخاصه بالتحيات، لكن مصر رفضت وروسيا رفضت هذا العرض. يعني قالت لا، احنا مش عاوزين اي مساعده من امريكا. هل كان في مواطنين امريكان على الطياره؟ لا ما كانش فيه طبعا. بس انت عارف، هو يعني الدول كتير عماله تطلب دلوها في اي حاجه. يعني اذا كانت روسيا نفسها بتقول احنا ما تاكدناش من وجود قنبله او انفجار قنبله على متن الطائره، فانتوا عمالين تقولوا ده منين؟ يعني بريطانيا بتقول برضو في احدى التصريحات انه احنا عندنا معلومات بخصوص الحادث لكن احنا مش هنقدر نكشفها. يعني ايه انت عندك معلومات فمش هتقدر تكشفها؟ لو عندك معلومات مش هتقدر تكشفها يبقى ما تتكلمش عنها. الافضل يعني. يعني هي مش عاوزه تقول مصادرها ايه، لكن كمان مش عاوزه تقول المعلومه اللي عندها ايه. بس هي بتقول انه يرجح ان في تفجير. لا، طالما انت مش هتقول المعلومه بشكل واضح للدول التي تضررت بالحادث ده او يعني المسؤوله في هذا الحادث، فبالتالي يبقى الافضل انت ما تتكلمش عن هذا الحادث. لكن واضح اكتر انه استهداف مصر والشوشره وكلام كتير، يعني في طيارات محدش عارف هي يعني سقطت ازاي في عدد من الدول الاوروبيه وغيرها، وبنتكلم عندنا في مصر، بنتكلم من اول ما الطياره دي سقطت وبنتكلم على طول وبنطلع تصريحات، الدول كلها بتطلع تصريحات باسباب الحادث. غريبة يعني في حوادث الطيران زي ما احنا سمعنا من الناس الخبراء انها بتقعد سنوات عشان تعرف سبب الحادث. ففي تحرك غريب ضد مصر في النقطة دي تحديدا. السيسي امام قمة الرياض، التعامل الامني وحده لا يكفي لمكافحة الارهاب. يمكن ده كلام رئيس السيسي في افتتاح قمة القمة العربية اللاتينية في الرياض، وسافر بالامس وكان بيتكلم على ان التعامل الامني لا يعني غير مفيد في مكافحه الارهاب. هو طبعا في الجزء الامني ده مهم جدا، لكن انك تفتح المجال للديمقراطيه وان يكون في حراك سياسي ده مهم اكتر. انت بتخلي الناس تتعامل مع الارهاب، هي الناس بتواجه الارهاب، هي اللي بتواجهه لما بيكون في حريه، لما بيكون في ديمقراطيه هي بتواجه ده. ويمكن ده اللي كان يقصده الرئيس السيسي. كمان اتكلم على انه أساس العدم الاستقرار في المنطقة العربية بشكل عام هو القضية الفلسطينية وتجاوزات إسرائيل، اللي طبعا الدول المجتمع الدولي بيغض الطرف عنها. لكن بنيجي نتكلم عن حد متهم في قضية ما، فبنتكلم ويطلع تطلع المنظمات تقول فلان وعلان، لكن في انتهاكات إسرائيلية لا ما بنتكلمش عن ده، بتتجاهله تماما. وبالتالي احنا عندنا أساس الأزمة هي القضية الفلسطينية. لو اتحلت وتم يعني دولة فلسطين استقلت وخدت أرضها، أعتقد أن ده هيحل كل الأزمات اللي موجودة. نتمنى كده فعلا. يمكن هي منطقة بشكل عام بتعاني من كثير من القلق زي ما بيقولوا، كثير من المشاكل يعني. فيمكن الأساس أو العصب هو القضية الفلسطينية، لكن أيضا بقى هناك بؤر أخرى من المشاكل الأمنية. يعني مجموعة من الدول بدأت تتفكك بسبب تدخلات برضو غربية، يعني مش من نفسها، في تدخلات. احنا جايين نحقق لكم الاستقرار وجايين نعيد لكم الحريه، وده مش حقيقي، هي مجرد اطماع. ودي احنا بنشوف الدول بتتساقط ويعني بيحاولوا كتير مع مصر، لكن الحمد لله لا تزال مصر متماسكه بشعبها وقيادتها. يعني انا مش عارف هم عاوزين يوصلوا معانا لايه، الشرق الاوسط الكبير والاحلام القديمه فعلا. مفاوضات قرض 3 مليارات دولار ينتقل الى واشنطن. ده مفاوضات القرض اللي احنا برضو بنعول عليه انه يعني يحل جزء من الازمه اللي احنا عندنا، ازمه السيوله وازمه الدولار تحديدا النقد الاجنبي. يمكن وزيره التعاون الدولي خلصت جزء من المفاوضات كان في مصر وسافرت واشنطن لاستكمال بقى المفاوضات،
وانه هيكون هذا القرض مخصص لدعم المشروعات القوميه، ومن ضمنها طبعا البنيه التحتيه اللي احنا اكتشفنا قد ايه هي مهلهله ومتهالكه في ازمه الامطار. يعني نتمنى ان تتم المفاوضات تنتهي سريعا، لان مصر في امس الحاجه لهذا القرض في الفتره دي. نتمنى فعلا. مصر شريك اساسي للبرازيل ونود اقامه الدوله الفلسطينيه. رجع تاني لقضيه او الدوله الفلسطينيه بشكل عام. يمكن رئيسه البرازيل كانت في اول حوار صحفي بتجري مع صحيفه عربيه كان مع الاهرام، وتحدثت عن انه مصر شريك اساسي للبرازيل، وان تسعى لزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر. ده جزء. يمكن اتكلمت على القضية الفلسطينية تاني وقالت انه لازم هذه القضية يكون فيها حل الدولتين، بحيث ننتهي من هذا الصراع المزمن وهذه المشكلة المزمنة. وبناء عليه هتبتدي زي ما احنا قلنا كل الدول هتبتدي تتضح فيها الرؤية ان لازم يكون في حل، لازم يكون في حلول سياسية. فعلا جذرية. مسؤول الاسكندرية بيقولوا حل أزمة الأمطار في خلال 72 ساعة. هل ده ينفع؟ ينفع لو احنا المصريين بقى يعملوا يعني ممكن حل مشكله الامطار في اعاده احلال وتجديد المواتير الموجوده في الانفاق، اللي طلع جزء كبير منها او نصها تقريبا ما بيشتغلش. ده اهمال من شركه الصرف الصحي والمحافظه. الجزء الثاني انه يتم تطهير المصارف، ان الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي تقوم بهذا الدور، لان ده دورها اللي تصدر لها في قرار الجمهوري في تاسيسها انها مسؤوله عن الصيانه. للاسف ده مش موجود في اغلب المحافظات، عشان كده بنلاقي ميه الصرف وميه المجاري في الشارع طول الوقت. طبعا يمكن طبعا من يومين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الهيئه الهندسيه بانها تتولى هذا الموضوع، قال لهم يعني صيانه مرفق الصرف الصحي او خطوطه في من اسبوع ل 10 ايام، حدد وقت زمن 10 ايام انا عاوز المشكله دي تكون انتهت ويتم حلها. يمكن شفنا برضو في الامطار كان تدخل القوات المسلحه هو الذي انقذ الموقف في اسكندريه. يعني للاسف احنا عندنا مش دورها خالص، لكن بما ان عندنا وزارات ما بتشتغلش، عندنا وزاره الاسكان يعني دور سلبي جدا في هذا، رغم انها تتحمل المسؤوليه كامله، ما تتحملهاش المحليات قد ما تتحملها الشركه القابضه لمياه الشرب التابعه لوزاره الاسكان. لكن مضطرين الجيش يتدخل اذا كنا عاوزين ننقذ الموقف وننقذ ارواح الناس. يعني شفنا كوارث، ربنا يستر بقى في الشتاء الباقي. يعني نتمنى فعلا. احنا لسه بنمشي هادي زي ما بيقول. يعني مسؤولو القطط العام بالاسماعيليه حيث تقتل العدوى الاطباء. مستشفى القطط العام. طبعا جريده الوطن بترصد حاله الاهمال في مستشفى الاسماعيليه العام والقطط المنتشره في داخل غرف العمليات وعلى الاسره. مش بس في مستشفى الاسماعيليه، في مشاكل كثيره يعني تحديدا. يعني بيفكرنا بحمله علشان لو جه ما يتفاجئش، اللي كانت ايام رئيس الحكومه ابراهيم محلب، وحالة الإهمال والتردي الموجودة في المستشفيات. يعني طبيبة أصيبت بعدوى الالتهاب الصحي وتوفيت في هذه المستشفى، مستشفى الإسماعيلية العام. ومنتشر للأسف هذا الإهمال موجود في كل المستشفيات. ما بنتحركش أو وزير الصحة ما بيتحركش إلا لما تحصل كارثة. نبتدي نتحرك على قد الكارثة تمام، لكن نحط حلول أو ندير أزمة ده مش موجود للاسف. مش محتاجين كوارث تحصل، احنا محتاجين كل وزير كل مسؤول يقوم بدوره بس. يعني ضمينه يعني يعني اشتغل هو مسؤول. انا يعني انا لو مسؤول ايه المشكله ان انا انجح في مكان ويعني واشغل ناس ويبقى ناجح ليه؟ يعني ايه اللي هيضرني يعني؟ صحيح. خبر يمكن ما اعتقدش هيبقى خبر سعيد جدا على الصبح، زياده اسعار الحديد، ودي يمكن تاني مره او ثالث مره في خلال اقل من سنه. يمكن زيادة أسعار الحديد، وزير التموين والتجارة بيرجعها لخفض المصانع إنتاجها. كانت الكميات خفضت الكميات دي يعني مدار اليومين اللي فاتوا، فطبعا بيشح المعروض في السوق، وبالتالي يعني إذا قل المعروض زاد الثمن. يعني ده هيأثر بالتأكيد على القطاع العقاري أو قطاع اللي احنا بيستخدم الحديد التسليح. وإحنا طبعا عندنا مشروعات قومية، أعتقد أنه الدولة قادرة على توفير احتياجاتها، لكن في النهاية في ناس اللي بتبني وخلافه ده هيرفع الأسعار شوية، محتاجين ضبط للسوق. يمكن هيتم الغرف التجارية تبتدي تراقب تاني وتشدد الرقابة على الشركات وعلى المصانع، تراجع كميات المنتجة وأسباب خفض الإنتاج إيه برضو، لأن احنا محتاجين نعرف ده. احنا السوق شره للحديد التسليح، فما تخفض الإنتاج يبقى في مشكلة. يبقى يعني محتاجين نعرف المشكلة دي إيه، ومحتاجين نعرف هل هي برغبة المصانع ولا في حاجة ظروف أجبرتهم على ده، محتاجين نعرف ده. بس بشكل عام في زيادة الأسعار عموما، مش بس في الحديد، في كل المواد الخام بشكل عام. أكيد. ما هو وده راجع لزيادة الدولار أصلا. زيادة الدولار ده جزء، وغياب الرقابة ده الجزء الأهم. بالظبط. اللي بيغلى ما بينزلش. يعني لا
وفي ناس بترفع انت زي ما احنا قلنا يمكن قبل كده انت بترفع قرش هما بيرفعوا 10 يعني السوق او التجار بيرفعوا 10 فبالتالي الرقابه جزء لحجه ان القرش اترفع يعني ما هو انت عارف كل الناس تقول لك يا باشا البنزين غالي والبتاع غالي ويعني بس ده في الاخر بيؤدي الى مشاكل كبيره جدا بيؤدي الى توقف عجله الانتاج بيضغط على الطبقه الفقيره بيضغط على محدود الدخل ودي هي دي المشكله يمكن احنا برضو اتكلمنا فيها انه المشكله مع محدود الدخل الناس دي محتاجه يكون في رقابه يمكن وزير التموين بيتكلم على انه بخصوص يعني الخبر اللي هيجي بعد كده انه في تخفيض اسعار اللحوم في مجمعات الاستهلاكيه ب 50 جنيه ده مهم جدا نتوسع في المجمعات الاستهلاكيه حتى لو هتتعمل معارض مؤقته في مناطق اراضي فضاء للناس مش مجرد الناس تروح احنا نقرب للناس نعمل حملات دعايه التلفزيون المصري موجود يعمل لنا حملات احنا في احنا الدوله طبعا يعمل حملات تقول للناس ان في سلع مخفضه في المجمعات الاستهلاكيه نبتدي نوصل للناس ونعرفهم بينا زي ما القطاع الخاص بيعمل يعني ناخد جزء الدعايه والترويج من القطاع الخاص نشوف بيعمل ايه وبيروج المنتج ازاي واحنا كمان نروج واحنا بندي بسعر عادي الناس هتجي لك اعتقد وده هيجبر الخاص انه يخفض اسعاره بس لازم يكون المنتج برضو على قد هذا هذه الدعايه يعني طبعا ده الرئيس اتكلم فيه انه لازم المنتجات تكون مخفضه وتكون بجوده يعني عاليه ده مهم يعني اعتقد ان هم لا هو في سلع يعني انا شفت بجوده عاليه في رقابه طبعا ما هو دي ده يعني بص هي المنظومه كلها الرقابه يعني بالظبط هي نفس النقطه هي الرقابه انت لو عندك رقابه كويسه السوق مش هيغلي وهتلاقي الدنيا منضبطه والناس مبسوطه احنا محتاجين رقابه طيب بنتكلم بشكل عام بقى على فكره استيراد اصلا 135 راس ماشيه زي حضرتك قلت فكره التخفيض الاسعار هتغطي 60% من الاستهلاك المحلي بس احنا بنتكلم انه هل ده بس الحل الوحيد في فكره الـ 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 الدعم او الـ 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 الاساسيات للمواطن سواء لحوم سواء حتى كنا بنتكلم من شويه وهيبقى عندنا فقره خاصه جدا عن مشاكل الفلاح في مصر مثلا بشكل عام فكره ان عدم وجود منظومه للتوزيع تتبعها الدوله فكره الدعم بيروح لمين ما بيروحش لمين فكره ان الاسمده مثلا فكره الاراضي الزراعيه اللي بيتم كل المنظومه دي سواء خضار او سواء لحوم او سواء حتى عيش كل دوت هل الاستيراد او المسكنات زي ما قلنا هي حلول كافيه لا طبعا مش حلول كافيه احنا محتاجين اذا كان عندنا مشروعات صغيره متوسطه تربيه المعز والابقار وغيره محتاجين نهتم بيها الناس دي عندها زي ما قلت المزارعين عندهم مشاكل يعني في مزارع عنده اكتفاء ذاتي اذا كان عنده بقرتين ثلاثه عنده اكتفاء ذاتي فانا ما اجيش احمله اعباء في الزراعه وسماد باسعار غاليه او يجيبه من السوق السوداء وبالتالي يضطر ان هو يبقى يقف في طابور عشان يشتري عيش ويشتري لحمه بدل ما كان هو بيعمل بيخبز العيش ده يبتدي يعني ده للاسف اللي بيحصل دلوقتي هو احنا طبعا عندنا وعده من الرئيس ان الاسعار يعني بنهايه شهر نوفمبر هتكون يعني رجعت عقلت زي ما بنقول كده ورجعت لطبيعتها لكن محتاجين يكون في رقابه فعلا وده محتاج ده يعني انا في الوقت اللي بطرح فيه سلع منخفضه في المجمعات الاستهلاكيه محتاج الرقابه دي مهم جدا تمام لان انا مش هقدر اوصل بالمجمعات الاستهلاكيه لكل الناس بس اقدر بالرقابه يعني الجميع يشعر بان الاسعار رجعت لطبيعتها حتى على الخاصه وحتى على على السوق عموما بالظبط السوق عموما اراجع الاسعار دي واشوف يعني ايه المشكله فين وابتدي اتعامل معاها وفي نفس الوقت بطرح السلع المخفضه بتاعتي واحاول اوسع المجمعات الاستهلاكيه اي محافظه فيها مناطق وأماكن مفتوحه تعمل فيها المعرض اعمل فيها معرض وزاره التموين تعمل فيها معارض بنفسها مش من خلال شركات او افراد وجمعيات وخلافه لا بنفسها تعمل المعارض دي وتطرح واعتقد انها هتكون حاجه كويسه وهتكون مربحه جدا يعني كمان هيبقى دخل للوزاره افضل من ان انا يبقى عندي كام مجمع استهلاكي بطور فيهم بس ما وصلش الناس انا الناس مش عارفه المجمعات الاستهلاكيه فين يعني انا محتاج اعمل لهم اقول لهم اعمل اعلان اعمل دعايه اقول يا جماعه في مجمعات استهلاكيه بتاعه الحكومه فيها سلع مخفضه تعالوا شوفوا عندنا المنتج لو ما عجبكوش خلاص روح للمجمعات الخاصه لكن تعال شوف الاول نتمنى فعلا طيب بشكل عام كده يعني مجملا حضرتك شايف انه مع الاحتدام زي ما قلت مش هقول التآمر بس بشكل عام فكره التطور الاحداث السريعه جدا سواء في موضوع الطائره سواء في موضوع حتى الهجوم او الاتجاه السلبي بشكل عام يعني على السوشيال ميديا على كده شايفه ازاي وشايفه هيتطور لفين؟ يعني خلينا نتكلم على انه في جزء كبير من الناس محبط في جزء كبير من الناس حاسس ان الاسعار بتغلى عليه محتاج تدخل يمكن هو ده اللي احنا بنتكلم عليه عاوزين الدوله تتدخل بسرعه الرئيس في اخر خطاب لي كان يعني شال الحواجز ما بينه وبين الناس وبيتكلم على انه لا في مشاكل والمشاكل بنحلها اللي قاعد بره يعني
اللي شايف المشهد من تحت مش غير اللي شافه من فوق. تمام، انه في مشاكل وفي اسعار، احنا هنرجع الاسعار دي، هنظبط الاسعار دي، وهم بدأوا فعلا الخطوات. في مشكله صرف صحي وامطار، دي فاتوره قديمه بندفعها. طيب تتدخل القوات المسلحه، لان انا طبعا انا احساسي بالرئيس انه فقد الامل في يعني الاجهزه المحليه اللي مش عاوز تشتغل، ومش يعني انا ما اعرفش هم بيعملوا ايه، لكن في النهايه هو اضطر يعني يكلف الهيئه الهندسيه بانها تصلح ما افسدته المحليات والوزارات الخدميه المفروض انها بتخدم الناس. ده جزء من المشكله، تعويض الناس اللي تضررت في البحيره ده جزء مهم جدا. يبقى اذا احنا عندنا شكوى، عندنا حد بيرد على الشكوى، عندنا يعني مشاكل وعندنا شكاوى وفي ناس بتتكلم. في طبعا جزء منفصل على السوشيال ميديا بيتكلم فيه انه لا الاوضاع سيئه، وطبعا ده علاج، ما احنا قلنا في علاج، يعني احنا في علاج بس علاج مر زي ما بيقولوا. فاحنا بدأنا فيه ان احنا نخفض نلغي الدعم شويه، لكن احنا محتاجين برضو مع العلاج ده ندي حاجه كويسه للمحدود الدخل عشان ما يبقاش ايه متحمل العبء كله، ونبص شويه على رجال الاعمال نشوف ايه اللي بيقدموه لبلدهم اللي خدمتهم واستفادوا من فلوسها وارضها، نشوف هم بيعملوا ايه بالظبط، يعني ايه الدور اللي بيأدوه، واذا كان الدور ده مش لا يؤتي ثماره يبقى نوجههم في الاتجاه الصحيح ان هم يساهموا في مشروعات مهمه، يعني يكون لهم دور فعال، ما يبقاش دور مجرد انا بعمل مدرسه ما حدش بيسمع بيها بس المهم يعني باخد الشو بتاعها. لا، محتاجين نوجه كل الدوله تشتغل في اتجاه ان احنا نطور، وعاوزين وزراء كمان يردوا على الناس، وعاوزين مسؤولين يردوا على الناس يقولوا لهم الناس عندها مشاكل فبتصرخ في وسائل الاعلام، لانه هو راح للمسؤول الصغير ما حلوش المشكله وما قابلوش، وراح للمسؤول الكبير ما حدش برضه رد عليه، وبالتالي فيقعد يصرخ، تبقى عندنا ازمه هنا وازمه هنا. كل واحد بس يعمل دور يتواصل مع الناس. نتمنى فعلا. الصحفي محمود الجندي انا بشكرك شكرا جزيلا ونورتنا في نهارك سعيد. لسه معاكم، خليكم معانا.